حلوه يا بلدي، عشان هي حلوه لازم نلفها كلها. في الانترو قلنا ثقافه الويكند والاجانب بيلفوا في بلدهم ويتحركوا، احنا عندنا هنا في مصر بنعمل مبادرات جميله جدا، وزاره الشباب والرياضه عامله مبادره حلوه ان احنا نلف في بلدنا، نعرف شبابنا، نعرف ولادنا، نتحرك شويه، نشجع الاقتصاد، نشجع السياحه، كلام كتير جدا خاص ببلدنا الجميله. واحنا نفسنا لازم نعمل الحاجات دي، انت كاب وكام لازم يبقى عندكم يوم تاخدوا ولادكم وتتفسحوا بيهم، تفرجوهم جمال بلدكم. الرحلات في المدارس لازم تبقى كده. خلونا نرحب بس بضيفنا الاستاذ محمد الغريب، مدير عام بوزاره الشباب والرياضه. اهلا بحضرتك يا فندم، منور. اخبار حياتك مصر ايه؟ مصر جميله. مصر جميل. مصر جميلة بأماكنها وبناسها وبشعبها وكل حاجة حلوة موجودة في بلدنا طبعا. الجميلة، واللي محتاجين إن احنا يعني نعرفها أكتر ونعرفها للعالم علشان نقدر نستثمر كل الهبات اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لبلدنا. خلينا نتكلم على طول على المبادرة أستاذ محمد، والهدف منها من وزارة الشباب اللي أعتقد معنية في المقام الأول بتقديم الخدمات بالنسبة للشباب وتثقيفهم وإتاحة الفرصة ليهم. اولا قبل طبعا ما يحصل عمليه ضرب الطياره بتاعه روسيا دي واللي اتقال علينا ده كله، وزاره الشباب ليها خطه طبعا بتوجيهات من المهندس خالد عبد العزيز، ان احنا عاملين حاجه اسمها قطر الشباب للاقصر واسوان. قطر الشباب ده بيتعمل كل سنه، بدا في 25/10، بنطلع 600 شاب وبنات بيطلعوا الاقصر، 3 ايام في الاقصر و3 ايام في اسوان، بيزوروا كل المزارات السياحيه سواء في الاقصر او في اسوان. طبعا الوزارة بتتحمل جميع التكاليف كلها. لما حصل موضوع الطيارة الروسية اطرحت فكرة المبادرة، مهندس خالد قال احنا دورنا ان احنا لازم نعرف الشباب بلدنا وبالذات شرم الشيخ، لان شرم الشيخ هي اللي كانت مستهدفة من الناس اللي عالم الخارجي وكده. بدأنا المبادرة بالاشتراك مع وزارة السياحة. الفوج الاولاني بدأ 23/10، حوالي 2000 ولد وبنت طلعوا معنا في الفوج الاولاني، طلعنا بيهم قعدناهم في المدن الشبابيه اللي هي اتعملت، تعتبر احدث حاجه اتعملت في شرم الشيخ بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه، مدينه شبابيه كامله متكامله وبيوت الشباب. وبعد كده استغلينا بعض الفنادق اللي هي بدات تتعامل معانا لدعم المبادره وطرحها يعني. وفعلا بدانا الفوج الاولاني، وصل 2000 زي ما قلت لحضرتك. الفوج الاولاني طلع مزارات شرم الشيخ زي ما حضرتك عارف، الجمال والسحر والطبيعه طبعا. والميه والهواء، نسبه الاكسجين هناك جميله جدا، يعني بيقولوا 19.3% من المحافظات او من الاماكن تعتبر اللي هي فيها نقاء شويه من ناحيه البيئه يعني. فطبعا رحنا وعملنا برنامج هناك. البرنامج بتاعنا ده كان بيلف الاماكن السياحيه اللي موجوده في شرم الشيخ كلها، رحنا خليج نعمه وسوق سكوير، رحنا اماكن اللي هي على البحر، بدات الاولاد كلهم تعمل سفاري، بدأت تعمل تركب الهاتش باد، بدأوا يشوفوا حاجات يمكن شرم الشيخ كانوا بيشوفوها بس في التلفزيون، لكن لما بدأت المبادرة دي الشباب حسوا ان في حاجة اسمها شرم الشيخ في مصر. تاني حاجة احنا بنوصل لرسالة للعالم، بنقول ان عمر شرم الشيخ ما هتطفي نورها ابدا طول ما في شباب في مصر واعي وشباب اصلا بيحب البلد وبينتمي للبلد. وحصل الفوج الاولاني، بدأنا الفوج الثاني. الفوج الثاني شمل جامعات، جامعة القاهرة وجامعة الأزهر وجامعة أسيوط وجامعة زقازيق وبنها. استغلنا الحتة دي كلها إن شباب الجامعات برضك لازم يكون ليهم دور أكيد، وبدأوا يعملوا بعض اللوحات الفنية في خليج نعمة وفي سوق سكوير، اللي هم الفنانين التشكيليين من طلبة الجامعات، وبرضك زاروا المزارات السياحية وعملنا مسيرة، وكانت موجود وزير الشباب الكويتي وبدأ معانا المسيرة من رمز السلام، ولفينا شرم الشيخ كلها بعلم مصر، بعلم يعني طوله تقريبا 200 متر. ويمكن الحاجات دي كلها طبعا اتذاعت والقنوات ذاعتها. القافله ان شاء الله هتوصل 20 قافله على مدار لغايه 30/4. كل مده زمنيه قد ايه يعني؟ 5 ايام باربع ليالي. لا يعني كل قد ايه بيطلع فوق يوم واحد؟ يوم واحد، يوم واحد. يعني يرجع تاني يطلع، ده يرجع يعني ده يطلع، بيروح الاثنين بيرجع الجمعه. بنتحرك السبت وبنوصل هناك وبنكمل لغايه يوم الجمعه اللي بعد، لان طبعا القوافل لازم تكون متلاحمه مع بعضها على اساس ان احنا الشباب كلها بيبقى فيه رغبه كبيره. صحيح. وطبعا الاشتراك رمزي جدا، يعني بيدفع الولد او البنت 150 جنيه والوزاره طبعا والحكومه بتتحمل بقيه المبلغ كله بالاقامه بكل حاجه في يعني توفير العربيات، عربيات سياحيه. يعني هو الشاب بيجي بلبسه ملوش دعوه بحاجه، ملوش دعوه باي حاجه، اي حاجه يجيب شنطه لبسه وخلاص، يجيب شنطه لبسه بيوصل. بنطلع من استاد القاهره، بنعمل عمليه التجمع كل اسبوع، بنطلع 40 اتوبيس
كل اوتوبيس طبعا بيشيل حوالي 50 ولد وبنت. تمام. من جميع طوائف الشباب، سواء من مدارس، سواء من تعليم عالي، سواء من طب بتختاروا ازاي الناس اللي هتطلع، ولا لو حد عايز يطلع يعمل ايه؟ يتواصل معاكم من خلال الوزاره ولا من خلال بنبعت للجامعات الاول. بنختار من كل جامعه عدد معين على اساس عدد الاماكن اللي احنا متوفره لنا هناك. الجامعات بتبعت لنا، كل جامعه بتبعت العدد المطلوب منها. هي اللي بترشح الجامعه هي ولا اللي بترشح الجامعه عشان برضك ايه تبقى في عداله اجتماعيه. حلو قوي. يبقى ايه ما يبقاش فيها مثلا توازنات او كده يعني. فالجامعه بترشح طبعا بالاشتراك مع اتحاد الطلبه بتاع كل جامعه، بيخلص الفوج. ومديريات الشباب برضك بنبعت مراكز الشباب، مراكز الشباب برضك بناخد المرحله السنيه كلها. وعلى فكره الفوج الاولاني والثاني والثالث بناخد شباب الاعلاميين والصحفيين. يعني الفوج الثاني كان عندنا مجموعه من الاعلاميين من جميع الصحف القوميه وجميع برضك القنوات، منهم التلفزيون المصري، وطبعا مش عايز اسمي الصحف يعني، بس هي شباب الاعلاميين برضك بيبقى ليهم دور عشان ان هم يشوفوا الحدث ذات نفسه ويوصلوا رسائل، والرسائل دي طبعا توصل ان شاء الله يعني على مستوى مصر كلها، وعايزين نوصلها للعالم كله. بنقول لهم ان الشمس شرم الشيخ عمرها ما تطفي ان شاء الله. انا اللي عاجبني في الموضوع استاذ محمد ان هي مش شرم الشيخ بس، يعني حضرتك بتقول الاقصر واسوان وشرم الشيخ، في مدن ثانيه هتخش. جمال بلدنا ربنا حبانا بحاجات حلوه كتير قوي، عايزين نظهرها للناس. يعني اخرهم حتى ابسط حاجه الريف المصري بتاعنا ده قصه، ده الشقه يعني الاوروبيين بيموتوا في حاجه زي كده. فالحضرتك عاملينه دوت وزاره الشباب والرياضه مجهود يعني يشكر، تشكروا عليه جدا، وده حاجه كويسه. والتفكير ان احنا ما نبقاش يعني في التفكير مبتكر بعيد عن الروتين بقى وهنعمل ايه وبتاع، لا يلا نعمل هوبا يلا. الفكره حلوه، عايزين افكار تانية جديده كمان جنبها. حضرتك احنا بنعمل برضك رحلات للفيوم. والجديد بقى ان شاء الله هنعمله في نهايه الشهر ده، هنعمل رحلات لبورسعيد برضك بنفس الاعداد ونفس الكميات. طبعا احنا بناخد الاعداد بناء على الاماكن المتوفره عندنا. عندنا برضك مدينه شبابيه في بورسعيد، وطبعا عندنا في بور فؤاد برضك بيت شباب دولي. فبناخد الاعداد دي كلها، وبرضك الوزاره بتتحمل جميع المصروفات. وبرضك بنتصل بالجامعات، الاسبوع ده ونفوق جامعات، الاسبوع اللي بعده مراكز شباب، مدارس. بناخد برضك المرحله السنيه بتاعتنا. احنا وصلنا للمدارس، ده شيء جميل جدا. طب ايه اهميه ان الولد او الطالب في المدرسه يتنقل في بلده ويشوف ويتعلم ويعرف الحاجات دي من وجهه نظر؟ والله حضرتك طبعا انت عارف الشباب المصري برضك ايه يعني، هو كان كل اتجاهه على التلفزيون بس، لكن لما بيروح المكان ذات نفسه بيشوف حاجات طبعا دي بتغير من سلوكه شويه، بتغير من فكره، عشان نعرفه ان بلدنا دي فيها اماكن كويسه زي ما حضرتك قلت، بدليل ان الاوروبيين والعالم كله بيحب ان هو يروح الاماكن دي، لكن هو يمكن مش في مقدرته ان هو يروح الاماكن دي. لما الوزاره بتوفر له الكلام ده كله اكيد بيحصل عمليه تغيير في السلوك وتغيير في الفكر، اللي بيها ان احنا بنثبت للناس يا جماعه ان مصر جميله فعلا، ومصر فيها اماكن لازم كلنا نشوفها ولازم ان احنا نحافظ عليها، وفي نفس الوقت نغير السلوك. خلينا نقول ان فكره التواجد في المكان مختلفه تماما عن ان هو يشوفها في التلفزيون او يقرا عنها او يشوفها، لا هو لما بيبقى متواجد ده بيبقى شيء مهم جدا. الحقيقه انا برضو كنت حابه اعرف هل بيبقى في تواصل مع الشباب خاص بالدول العربيه وبالدول الاجنبيه، يعني نعمل نوع من المزج ما بين الشباب المصري والشباب في دول العالم؟ لان الشاب لما هيجي من اي دوله من الدول ويرجع بلده تاني هينقل ده، هيشير صوره على الفيسبوك وهو في الاماكن السياحيه في مصر، فده كمان نوع من الدعايه الخاصه بينا لكل دول العالم. هل ده متاح في الفتره القادمه؟ في الاسبوع الثاني كان في اسمه المهرجان العربي. المهرجان العربي كان مشترك فيه اكتر من 12 دوله عربيه. تمام. طبعا يعني ده حصل فعلا بالتنسيق مع جامعه الدول العربيه، جه من الامارات وجه من الكويت وجه من موريتانيا وجه من السعوديه، كل الدول دي كانت معانا في الفوج الثاني. وبرضك نفس الحكايه زاروا كل المزارات اللي موجوده في شرم الشيخ، ومش شرم الشيخ بس، لما قعدوا هنا كمان في القاهره برضك زورناهم المتحف المصري، وريناهم الاهرامات، وريناهم ابو الهول، لان طبعا مصر ان ربنا انعم عليها مزارات سياحيه يمكن مش موجوده في العالم كله. صحيح. مصر جميلة بكل حاجة فيها، بس مطلوب ان احنا نشتغل شوية وان احنا نظهر ده وان احنا نبينه للعالم كله. الشباب عليه مسؤولية الى جانب طبعا الجهود اللي بتتم من الدولة، ودي مسؤوليتها اللي لازم تقوم بيها، وعلى كل مسؤول ان هو يقوم بيها، لكن كمان كشباب وكمواطنين كلنا لينا دور في هذا الموضوع. احنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا. استاذ محمد غريب محمد مدير عام بوزارة الشباب والرياضة، نورتنا يا فندم. شكرا ليكم. مصر جميلة، في انتظار المزيد ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بدعوكم برضك ان انتوا تشتركوا معانا، احنا متابعينكم ومعاكم على طول جميع برامجنا. انتوا بس قولوا لنا تعالوا واحنا نيجي على طول ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذ محمد.
مشاهدينا الكرام نطلع فاصل ونرجع بعد كده نستقبل فرقة أبو أميرة ونعيش شوية أجواء كده فن وحاجات دينية جميلة. كل محتاج لا إله إلا أنت لك الغنى ومثلي من يخطئ ومثلك من يغفر.